بقى دلوقتي نتفق على اتفاق، احنا دولة فقيرة مش لاقية تاكل، ولا احنا دولة كويسة وحاجة جامدة؟ كل شوية يطلع يقولك شد الحزام، بلاش سكر كتير على الكنافة، طبق واحد في رمضان كفاية، ده احنا فقراء قوي. لغاية النهاردة السيسي طالع يقولك احنا بلد غلبان قوي. اسمعوا كده. يعني انت النهارده جاي تفتتح الموضوع ده عشان بعد فتره بقى كتير ما بتتكلمش، مش كده؟ انا بكلمكم عشان انتم اهلي وناسي، ودي بلدنا كلنا، واذا كنتوش يعني تنسوا نفسكم وتفكروا فيها هي عشان البلد دي تبقى ليها مكان كبير. اللي معمول ده انا ما اتكلمتش عنه كتير قوي عشان لاسباب خاصه بيا يعني، لان كده، لكن اللي معمول ده فوق خيالكم. اللي معمول ده من ناحيه التقدم وحاجات كتير قوي فوق خيالكم، وبلد زي مصر ما تعملوش ولا تفكر فيه لان هي غلبانه، تجيب منين يعني؟ لكن عملناه، مش هنعمله؟ عملناه. في حاجات من اللي هنا موجوده دي موجوده تحت الارض، ما تضربش باي انواع من القنابل يعني، بس انا ما اتكلمتش فيها. بس يعني احنا يا معلم بلد غلابه، نكمل معاك كده؟ نكمل كده. ولما نيجي نعمل في رمضان او في اي اكله نحط كل حاجه في طبق واحد، نتفق؟ نسمع كده. حط كل حاجة في طبق واحد. يلا من فضلكم حطوا طبق واحد، والطبق ده ساعتها يعني، والطبق ده يبقى فيه يا فراخ يا أنا مش عارف الكلام ده مناسب نقوله ولا مالوش، صحيح والله العظيم، والله صحيح، صحيح والله. فقلت لهم طبق واحد فيه ايه؟ هو مين اللي فهمك انك عسل؟ مين اللي هو محتاج جراحة دقيقة من في مستشفى الرمد اللي فهمك انك انت خفيف على القلب؟ والله حلو، هنحط في طبق واحد. اما عن السكر فما يعني نسمع اهلي عن السكر. ماشي يا سكر، هات السكر كده. معلش، مين النهارده في الازمه اللي فاتت ديت اللي بقى لها 4 سنين دلوقتي؟ يعني صحيح هي شركه واحده يعني، الراجل وزوجته والبيت يعني، لكن هي ما تحطوش السكر كتير على الكنافه والحاجات ديت كده يعني. يخرب بيت اللي فاهمك انك كوميدي، يخرب بيت الكوميديا يا شيخ. طب يعني نعتمد الكلام ده؟ احنا بلد غلبان وحطوا حاجة واحدة في طبق واحد، وعمل بايده كده طبق يعني اللي بيتحط تحت الفنجان ده، ومفيش سكر ولا كنافة. اوكي نكمل كده مع بعض، وهنغمض عينينا عن الاكتاجون واطول برج واكبر قصر واكبر جامع واكبر كنيسة. هنكمل معاك ان احنا غلابة، خلاص غلابة يا معلم. ماشي، عايز حد يفصل لنا بقى يعني لو الكلام ده لينا احنا بس يعني هيبقى عيب، انما ما ينفعش يبقى لينا وبنت اختك تعمل فرح في العاصمه الاداريه في فندق الماسا والناس تروح تبات. ما ينفعش بنت اختك تعمل فرح وتبعت تجيب يا عيني الستات، ما تجيبش الاغنيه بقى صوت الاغنيه عشان ايه حاجات اهو. بص ادي معانا مدام نبيله عبيد، غيرت ولبسوا سواريهات، ادي بنت اختك نفس السحنه. يا ربي عبد الفتاح، انسى عبد الفتاح يا ربي. لا انت هات الفيديو عادي، مفيش كوبي رايت في الفيديو. ايوه كده. ادي بص كل السيدات لبسوا سواريهات سودا، وادي الناس وقفت اهي. مدام يسرى، ودي اخت السيسي اللي واقفه جنب مدام يسرى دي ولا ايه؟ دي اخته مدام يسرى ومدام نبيلة عبيد ومدام بتاع. والعروسة بقى ايه مش مصدقة انها خالة العريس القمر ده، فنازلة فيه بوس واحضان. بص بوس هتبوس دلوقتي عادي جدا، ولا بص الفستان يا معلم راجل بيختشي. اتفضل. انا ما عنديش مشاكل، بس حد يقول لنا الفرح ده تكلف كام؟ يعني ده كان في طبق واحد برضو عليه كل حاجة ولا كان الاخبار دي ام العروسة دي اللي هناك دي؟ والله اصحف شكلها ام العروسة والله العظيم. فاكر بقى يا عيني جابوهم على ملا وشهم كده في العاصمه الاداريه، قالت لهم ايه رايكم في العاصمه الاداريه؟ وبعدين جم بقى قعدوا في غرف وتاجرت لهم يعني اتخصصت لهم غرف، وقالوا لهم بقى تعالوا اقعدوا هنا، ده انتوا ايه ده؟ وبعدين غيروا. بص نبيله يا عيني جايين بالاوردر اللي هو اوردر تعالوا عشان في حد عايزكم. اتفضل اتفضل يا بيه. يعني بنت اخت السيسي ادي الفرح اللي معمول لها، بس انتوا يا مصريين اصبروا يعني
ما تنسوش بلدكم. نجوع بس نبقى كده. انما بنت اختي تتجوز تعمل لها فرح في العاصمة الإدارية زي ما انت شايف كده او انت مش شايف وتفضل يا عم. وادي قرايب السيسي كلهم، اخته شفنا اخته من شويه، اخته واقفه اهي. شوف شوف الالمازات، شفت الالمازات، شفت الالمازات واللبس والحاجات. الناس دي يا بي، الناس دي يا بي كانت بتشترك في كيلو لحمه والله العظيم زمان، كانوا بيعملوا جمعيه على الفرخه عشان نجيب فرخه مع بعض. يعني انا ما بقولش حاجه من عندي ومحدش يقول لي عيب. هقول لك ليه، هو نفسه اقسم بالعظيم انه قعد 10 سنين تلاجته ما فيها غير ميه. انا ما جبتش حاجه من عندي، هو نفسه قال قعدت 10 سنين تلاجتي فيها غير ميه. الناس دي كانت بتشترك في كيلو لحمه والله، الناس دي كانت بتصور مع الجزار سيلفي، الناس دي يوم ما كانوا بيجيبوا سمك كانوا بيسدوا الباب بظهرهم. انا مش عايز اقول يعني هو اللي قال، لو انا قلت حاجه من عندي. النهارده يتعمل لهم فرح ويتعزم مدام نبيله عبيد ومدام يسرى وييجوا يا عيني وبتاع. طب ماشي، نخلص من ده بقى، نخلص من ده، نخش على بنت الاستاذ موظف الدوله مصطفى مدبولي. مش بس بنت اخت السيسي، كمان بنت مصطفى مدبولي يا معلم اتعمل لها فرح. لا لا ما تقوليش ما اتعملش في عيله مصطفى مدبولي كلها. خد يا بيه، كتب الكتاب اتعمل في القوات الجويه، والسيسي حضر 10 دقائق عشان التأمين المبالغ فيه. يعني ما هو الجعار لازم يعمل تأمين يحسس نفسه انه يعني حد مهم. انما كاتب الكتاب العمل في القوات الجوية، الفرح اتعمل في نيو جيزة. لما تقعد تدور في نيو جيزة تلاقي بيقولوا لنا انه في 3 قاعات في نيو جيزة. القاعة الكبيرة في نيو جيزة فاضية كده على الناشف ب 160,000 في الليلة. القاعة الكبيرة اللي هو اتعمل فيها الفرح ده ب 160,000 جنيه، من غير مطبخ وخدمة وأكل وشرب، من غير ديكور، من غير فرق موسيقية، من غير حاجة. يعني بيسلمك الحيطان بالأرضية كده ب 160,000. حضرتك بقى حر انت تجيب بقى ناس يعملوا لك الليلة التانية، هتجيب مطابخ بقى عشان الناس بقى عشان يحطوا كل حاجة في طبق واحد، فرخة في طبق واحد، السمك كده. يعني مصطفى مدبولي اخذ القاعه دي ب 40,000 مش ب 160,000، ده رئيس وزراء. اما بقى بقيه الحاجات انا ما اعرفش ثمنها، المطبخ بقى والكيتشن ده كله ما اعرفش اتكلف كام. ال 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 الديكور اللي انت شفته، هات هات الفرح كده واحنا بنتكلم مع بعض، شايف شايف العاليط والزغاريط والحاجات دي، بس انا اقف هنا شايف كل ده بقى ما نعرفش. انا ما اعرفش ده اتكلف كام، ما جاتنيش معلومه اتكلف كام. بس انا هنا ليا عتاب ليا عشم وياك يا جميل، ان بحت بالسر تصونه، مكتوب عليا احب وميل وحبيبي وحشه. بس اقف هنا، العروسه اتعرت من تحت، ما كان يبقى في جيبونه ليه كده؟ ليه ضربت فيها الإضاءة بقت اكس راي كده؟ هو والله بص بقت واقفة برجليها اهي. طب هو الراجل المفصلاتي الترزي ما عملهاش اللحظة دي يعني؟ ومدير الإضاءة ليه يعمل كده؟ أنا ما قلتش القاعة ب 40,000، قلت القاعة ب 160,000 جنيه على الناشف. مصطفى مدبولي اتكارم وخدها ب 40,000 عالناشف. الإضاءة والكبوس العروسة يا عيني، الإضاءة والكهارب والذي منه معرفش تمنها، الكيتشن معرفش تمنه، المطربين ربما يكونوا جم مجاملة. أديكي شفت نمبر ون، وشفنا التاني ده اسمه إيه ده، حسن حسني ده ولا تامر حسني، أهو شفت الديكورات دي والأجواء دي كلها دي. ما أنا بص يا معلم الدنيا ده، بص عدد الحضور قد إيه، الناس دي تاكل ولا ب 3,000 جنيه، معرفش بكام، معرفش. ممكن يكون تامر جامل والواد بتاع نمبر 1 ده جامل، ممكن، ليه لا؟ لكن انا عندي 3 اسئله. هي نيو جيزه دي مش كانت بتاعه حما جمال مبارك؟ مش انتوا طلعتوه حرامي؟ خلاص بقاش حرامي؟
مصطفى مدبولي اللي ساكن برضو فيها وخد القصور بتاعته، عنده قصرين هناك او حاجه كده، مش مصطفى مدبولي عنده حاجه قصر هناك خدها ببلاش برضو؟ ده اول سؤال. مش ده الجمال ده كان حرامي؟ مش انت قلت عليه حرامي؟ ايه خلاص ما عادش حرامي؟ قولوا لنا. طيب قولوا لنا، بس انا ما بعرفش الاخبار. ده اول سؤال. تاني سؤال، هو الحقيقه يا مصطفى بيه هو من اين لك هذا؟ انت مفروض موظف في الدوله، كنت وزير اسكان ودلوقتي رئيس وزراء. الحد الاقصى المرتبات في دوله مصر العربيه 42,000 جنيه، جبت منين الحاجات دي؟ من اين لك هذا؟ ما تطلع لنا كده يا مصطفى اقرارك الذمه الماليه بتاعك، جبت منين الثروات دي؟ جبت منين القصرين اللي عندك في نيو جيزة او مش عارف فين ده؟ وجبت منين انك تعمل فرح زي ده؟ فرح زي ده ما يكلفش اقل من 2 3 4 مليون جنيه. هذا جبت منين؟ هتقولي ما انت لسه قايل دلوقتي نيو جيزة كرموه، وبدل ما يديله ب 160,000 ادوه لهم 40,000. ما اكيد برضو بتوع المطبخ عملوا كده، واكيد بتوع الديكورات والحاجات دي عملوا كده، واكيد المطربين عملوا كده. حلو، نيجي هنا بقى للب الموضوع. حضرتك دي اسمها جريمة رشوة. خش كده يا بيبو بعد اذنك وصح الناس اللي معانا، اقول لهم اكتب نتنياهو بيتحكم في اسرائيل على ايه؟ على تلقى رشوة. نتنياهو بيتحاكم على انه تلقى رشوة في منصبه كرئيس وزراء اسرائيل، وهو رئيس وزراء زيك اهو 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 يا بيه. يبقى حضرتك تتحاسب. اصل انت لو بيزنس مان فهنقول انت حر، دي فلوسك واموالك كنت حر فيها، لكن انت موظف في الدولة بتتقاضى راتبك من اموال دافعي الضرائب، انت والسيسي. فيقولوا لنا بنت اخت السيسي جابت الفلوس دي منين، ويقولوا لنا انت جبت الفلوس دي منين. طبعا مبروك للعروسين، وربي يعني يخلفوا لنا مصطفى مدبولي صغير وبنت اخت السيسي هي شبهه، تخلف لنا سيسي صغير ونملى البلد سواسي بقى. انما هو السؤال، الا تعد دي جريمه رشوه وخيانه امانه؟ انت تقاضيت هذه الخدمات بناء على منصبك، والقانون المفروض بيمنع ده. فحضرتك بقى تروح للنائب العام تقول له انت منين جبت الكلام ده لما مرتبك كله شاكب راكب 42,000 جنيه. قول يا سيدي بتاخد مش عارف ايه، وبتاخد مش واجتماعات وحاجات من دي، يعني هتلم لك 100,000 جنيه. تعمل كده؟ تجيب قصرين في بالم هيلز، وتجيب وابنك في الجامعه الامريكيه، وبنتك تعمل فرح اسطوري كده؟ ده كلام، ده كلام يا مصطفى بيه. عيب عيب، ده اللي جنبك رئيس الوزراء بيتحاكم لانه تلقى رشوه سيجار وشمبانيا. يا دي النيله السودا. قال ايه؟ نتنياهو تلقى سيجار وشمبانيا. ده احنا عندنا ناس بتغب. لا وايه تلقى رشوه ايه من واحد رجل اعمال؟ الاخ ابو سحنه حلوه ده بيرتع يا بيه. ده الفرح ده اقل حاجه يكلف 3 4 مليون جنيه. جبت منين الكلام ده مصطفى؟ حفل زفاف ابنة رئيس الوزراء، الحكومة تشارك مدبولي وفرحته، كل وزير نقطه بحاجة وجابوا للشعب نقطة. هو السؤال بقى التاني المهم قوي، احنا بلد فقراء قوي ولا غنية؟ ناكل في طبق واحد ونحط كل حاجة في طبق، ولا نحطها في طبقين؟ ولا هو البذخ والفشخرة والملايين ليكم، والجوع والضرب بالجزم والحرمان للناس؟ ومحدش يقول لي مقتدرين، محدش يقول لي مصطفى مدبولي مقتدر، دي تنساها خالص. لان عندنا الماليه الحكومه تراعي العداله الاجتماعيه، والحد الاقصى للاجور 42,000 جنيه يا قمر، 42,000 اهيف. حضرتك حوشت من 42,000؟ عندك قصر في بالم هيلز منين؟ من 42,000 جنيه؟ وبنتك بتتجوز في فرح زي ده اسطوري ب 42,000 جنيه؟ يا راجل صبر، ما كنتش اعرف، كنتش اعرف مصطفى ان ال 42,000 بتاعك فيهم بركه بملايين، الا اذا كانوا 42,000 دولار، ده موضوع تاني. وبعدين انت رئيسك يقعد يقول لك حط كل حاجه في طبق وما تحطش السكر في الكنافه وتعملوا الافراح دي؟ طب ما انا مش هنبعد بعيد، كابتن حسام حسن
الكابتن الاسطوري المنتخب مصر، ومحدش يقول لي ان انا بجامل حسام حسن، لان انا على الترابيزه دي قطعت حسام حسن لما تولى مسؤوليه المنتخب. حسام حسن هو مدرب المنتخب الوطني، بنته اتخطبت او اتجوزت على رجل اعمال اسمه احمد علي راشد. الراجل عمل الفرح هتضيق اهو، اتفضل خطوبه ابنه حسام حسن لرجل الاعمال المصري احمد علي راشد في حفل عائلي اتسم بالبساطه واقتصر على الاقارب. تمت خطبه ابنه العميد حسام حسن، عميد يعني عميد اللعيبه يعني، المدير الفني لمنتخب مصر، الى رجل الاعمال احمد علي راشد. وبحسب المعلومات فهو ابن رجل الاعمال علي راشد وعمه السيد راشد، ويتمتلك. هات بقى الفرح، ادي فرح، هات صور الفرح لما مؤاخذه يا بيه، ادي الفرح بس يا بيه، لا قاعة ولا كيتشن ولا ديكورات، وادي حسام حسن. حسام حسن ورجل اعمال، يعني حما بنته رجل اعمال، يعني كانوا يقدروا يعملوا فرحهم في ألف ليلة وليلة، كانوا يقدروا يعملوا فرحهم، كانوا يقدروا يأجروا فندق البارون كله. بص مش فندق البارون، قصر البارون. بص ادي الفرح يا بيه، ولا اي حاجة. حسام حسن لو قال فرح بنتي في الاستاد والدخول بتذاكر هيجي له 70,000 بتذاكر، مش ببلاش، بتذاكر ومن غير اكل. ومع ذلك الراجل عمل فرح كده. يعني يا جماعه كونوا قدوه للناس، ما تقولوش للناس نجوع وانتوا عايشين في الميغه دي، ارسوا على بر، ما تطلبوش الناس بحاجه وانتوا بتعملوا العكس تماما.